السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بقى نصور مع بعض كتاب الأضواء في الحساب تالتة ابتدائي الترم التاني، والكتاب نازل بنفس التصميم بتاع الترم الأولاني. الكتاب طبعا الأضواء بدأ يقل من السوق. تعالوا ده أهو الكتاب من جوه أهو يا جماعة، تمارينه طبعا كتير أهيت، الصفحة بتاعته كبيرة، مش عارفة بقى أفتح الكشاف ولا إيه. أهو ده الأضواء تالتة ابتدائي حساب ترم تاني. اسعار الكتب الترم التاني بدأت الاسعار تهدى شوية علشان خاطر الشركات بتحارب الوقت الغلا بانها بتقلل خصومات المكاتب وبتمنعنا احنا ان احنا نبيع بخصم، نبيع بسعر الغلاف مقابل ان هي ترخص سعر الغلاف. الكتاب عامل 115 جنيه وعدد صفحه تقريبا 200 وحاجة، وده الأضواء يا جماعة من جوه اهو بتمارينه الكتير. تابعوني هنزل لكم كل الكتب قديم وجديد. ده كان أضواء تالتة ابتدائي حساب ترم تاني.